طيب يعني اسمح لنا أيضا ننتقل للخبر اللي معانا بعد كده، وهو نص كلمة الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 2021. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مؤكدا أن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا والأثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار. الحقيقة طبعا أستاذ عبد السلام، يعني زي ما كلمة الرئيس، فعلا إحنا يعني في مفاجآت كده يعني شفناها في الـ يعني السنة اللي فاتت، يعني زي ما الرئيس قال يعني جائحة كورونا والآثار السلبية للتغيرات المناخية، ده فعلا بيخلي الواحد يعني يبتدي يعني عامة، يعني لو جينا اتكلمنا الشخص ذات نفسه لما بيمر بحاجات كده مفاجأة يعني بيبتدي يغير أفكاره للأفضل، بيبتدي يبتكر فعلا حاجات جديدة علشان تواكب التغيرات اللي حصلت. فحابين حضرتك شايف الوضع كان يعني في السابق إزاي، وبعد هذه الأزمات الحمد لله يعني مصر ماشية بخطة كويسة، فبرضو حضرتك فدنا بهذا. يعني كلمة السيد الرئيس الحقيقة كلمة تنبه، وهي جرس إنذار، لأنه الأمر جد وخطير، لا هزل فيه ولا تهاون، ليس فيما يتعلق بجائحة كورونا فقط التي أصابت الكرة الأرضية وأهلكت الكثير من النفوس، لكن أيضا التأثيرات الخطيرة للتغير المناخي التي أصبحت حقيقة لا ريب فيها. طبعا حدثت فيضانات في شتى بلدان العالم، مثلا فيضانات في ألمانيا وحرائق غابات في تركيا والجزائر. التغير المناخي الحقيقة يمثل من وجهة نظري عاصفة شمسية خطيرة ربما تؤدي إلى فناء البشرية، هذه بعض توقعات علماء البيئة، وأنا أؤيد هذه التوقعات، لأن الإنسان الحقيقة في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين يمارس تحطيما للبيئة وللغلاف الجوي المحيط بنا لدرجة بشعة. ومن هنا علينا الانتباه أنه أسباب التغير المناخي طبعا المتهم فيها هم البشر أنفسهم، وإحنا كمان مش محتاجين مجرد تخفيف، إحنا عايزين حل، وحل سليم وحاسم، لأنه تقليل أثر الانبعاث الحراري زي ما حضرتك عارف يا أستاذ يوسف، يعني عوادم السيارات، المخلفات التي تلقى في البحار والمحيطات كلها تؤدي إلى مشكلات مش بس مرضية، لكن مشكلات تعوق الحيوان والنبات عن النمو وعن الإنتاج، مما يمثل في نهاية الأمر مشكلة للحياة، يعني الحياة نفسها قد تتعرض لخطورة. ومن هنا كلمة السيد الرئيس الحقيقة كلمة في محلها، وهي ضمن أطر وخطة الدولة المصرية لتقليل آثار الانبعاث الحراري واستخدام الأساليب الطاقة النظيفة. الحقيقة احنا بنطمح خلال السنوات القادمة ان القاهرة على سبيل المثال تبقى من المدن النظيفة كما ستكون مثلا العالمين في مستقبل الأيام والعاصمة الإدارية، وده يأتي من انضباطنا كبشر، من وضع خطط وقوانين صارمة تحاسب الأفراد والمسؤولين على أخطائهم الكارثية تجاه البيئة. مظبوط فعلا كلام حضرتك، وفعلا يعني احنا شايفين ان في تطوير افضل في هذه الفترة، يعني برضو يعني تماشيا مع الظروف المحيطة، وان شاء الله كده نرى الافضل في الفترة اللي جاية ان شاء الله.